هذا يسأل بأنه كان أمامه ماء مسحه بمنديل وأصاب يده، واصل الصلاة التراويح، وفي آخر صلاة التراويح عرف إن هالماء إنه بول طفل، تحقق إنه بول طفل. فما حكم التراويح؟ ما حكم التراويح؟ تراويح صحيحة إن شاء الله، والإنسان إذا أصاب ثوبه أو بدنه نجاسة ولم يعلم عنها، صلى ولم يعلم، صلاته صحيحة، لكن يغسل البول المستقبل، وأما ما فات فصلاته صحيحة. نعم.